السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، ونرحب بكم في آخر حلقات برنامج فعاليات رمضانية الذي شهدنا من خلاله العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية وكذلك الرياضية والتي أقيمت في المنطقة الشرقية، وأيضا هذا الأسبوع حافل بالفعاليات المتنوعة. لنتعرف على تفاصيل فعاليات هذا الأسبوع تابعونا. من مجلس ضاحية سهيلة ومجلس ضاحية خور كلباء التابعين لدائرة شؤون الضواحي والقرى، اختتمت البطولة الرمضانية والتي أقيمت في نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي. نظم مجلس ضاحية سهيلة ومجلس ضاحية خور كلباء التابعين لدائرة شؤون الضواحي والقرى نهائي البطولة الرمضانية، وذلك بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية، وذلك في نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي. أفرح يوم أشوف الكفاءات موجودة تنظم وتجتهد وفق خلينا نقول قاعدة الحب الغير مشروط للإمارة وحاكمها، وشوف ما شاء الله وجوه جديدة على الساحة حصلت فرصة أنها تخدم مدينتها، ونحن إن شاء الله كمسؤولين ندورهم هذين الشباب اللي عندهم استعداد انهم يخدمون وبشغف وبحب حبا لمدينتهم وامارتهم وحاكمهم. فالله يقدرنا ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع، ونحتوي هالطاقات الشابه ونحطها في الاماكن المناسبه اللي تقدر ان شاء الله تخدم فيها البلاد والعباد ان شاء الله. استهل الحفل النهائي بالسلام الوطني وبعرض لفرق عسكريه في اجواء يملاها الحماس وحب التنافس، لتبدا بعد ذلك المباراه النهائيه للفرق التي تأهلت لنهائي البطولة. الحقيقة نتشرف بتنظيم هذه البطولة، البطولة الرمضانية الأولى لمجلسي خور كلباء ومجلس سهيلة بشراكة وتعاون بين المجلسين في تنظيم هذه البطولة وهذا الحدث الرياضي. حقيقة الهدف منه في الحقيقة هو جمع شمل الشباب ولم هذا وتحقيق ألفة ومودة وحرص على حقيقة مكتسبات كثيرة في هذه من هذه البطولة، ومنها حقيقة تنمية الاجتماعية بينهم وتوجيههم التوجيه السليم في تحقيق رؤى حقيقة وأهداف مجالس الضواحي. تثري هذه البطولات النشاط الرياضي وتشجع شباب المنطقة على ممارسة الرياضة وتدعم العلاقات الاجتماعية فيما بينهم. من جامعة خور فكان أقيم المجلس الرمضاني الأول الذي اختص بالأمن الغذائي ومشروع قمح الشارقة. نظمت جامعة خور فكان بقاعة شهداء الوطن للمؤتمرات مجلسها الرمضاني الأول تحت عنوان الأمن الغذائي وأهميته، مشروع قمح الشارقة 7 سنابل نموذجا. شارك في الجلسة النقاشية للمجلس معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة الأسبق، والدكتور أسامة حسين مسؤول مزرعة القمح التجريبية بدائرة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الشارقة، وأدار الحوار الإعلامي محمد الرئيسي بحضور عدد من مديري ومسؤولي الدوائر الحكومية والشخصيات العامة. اليوم فرحنا في هذا الاحتفال بالإنجاز العظيم، جامعة خور فكان واستضافت كل مدراء القطاع الخاص القطاع العام الأماكن المؤسسات الحكومية مثل نحتفل بهذا الاحتفال عن طريق المجلس. اليوم عظيم من الأيام المباركة في رمضان، ف هذا احتفلنا جميعا بالنتائج العظيمة واللي طلعت عن هذا البرنامج 7 سنابل. ناقش المجلس واقع الأمن الغذائي القومي والمحلي
وخطط الحكومة الاتحادية في هذا السياق، علاوة على استعراض منجز الشارقة في مشروعها الطموح لزراعة القمح بمنطقة مليحة. تأتي هذه الفعالية تنظيم المجلس الرمضاني من قبل جامعة خورفكان كنوع من الانفتاح على المجتمع المحلي وربط الجامعة حقيقة كبرامج أكاديمية يعني المجتمع المحلي، وهذا الموضوع هو موضوع في غاية الأهمية، وخاصة هو مرتبط بمحورين. المحور الأول تأمين الغذاء وموضوع الأمن الغذائي، واستضفنا من خلاله معالي الوزير عبد الله بالحيف النعيمي الذي تحدث عن تجربة الحكومة الاتحادية في تأمين الغذاء، باعتبار أن الغذاء أمر مهم جدا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تحدث عن ذلك سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظ الله عندما قال أن الغذاء خط أحمر في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما الشق الثاني من هذا اللقاء الجميل فكان عن التجربة الرائدة لإمارة الشارقة والفكر الرائع لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ومن خلال مشروع قمح الشارقة والذي يعني نحتفل به غدا إن شاء الله، يعني نتاج هذا المشروع سيكون متوافر في الجمعيات لكي يؤمن يعني جزء من هذا الهم الكبير موضوع الأمن الغذائي من خلال هذا المشروع الذي ينم عن فكر صاحب السمو وقلبه الرحيم والاهتمام بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني يعني إمارة الشارقة من خلال سد هذه الثغرة، وخاصة أن هذا المشروع هو ليس مشروع اقتصادي وإنما مرتبط بالجانب الصحي وبالجانب الاجتماعي وبالجانب الإنساني أيضا لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. بالبداية بالنسبة لمزرعة القمح في إمارة الشارقة، انطلقت المرحلة الأولى لهذه المزرعة بمباركة من سمو الحاكم الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حفظه الله، وكان ذلك في 30 مارس 2022 حيث انطلقت المرحلة الأولى بزراعة 400 هكتار من المساحة المزروعة في القمح، وسوف تكون إن شاء الله المرحلة الثانية بمساحة 880 هكتار، وسيكتمل المشروع في مرحلته الثالثة والأخيرة وتصل المساحة إلى 1900 هكتار. تعرف الحضور إلى التحديات التي واجهت المشروع ومستهدفاته الاستراتيجية في ثلاثة مراحل حققت فيها المرحلة الأولى نجاحا كبيرا وصدى لافتا محليا وإقليميا ودوليا. أيضا من فعاليات هذا الأسبوع رمضانيات ربع قرن التي تنظمها ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين. اختتمت ناشئة خورفكان البطولة الرمضانية لكرة قدم الصالات. اختتمت منافسات بطولة ناشئة خورفكان الرمضانية لكرة قدم الصالات التي أقيمت ضمن فعاليات رمضانية ربع قرن التي تنظمها ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين. طبعا اليوم مراكز الناشئة أسست برؤى ثاقبة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، طبعا هدفها كان توفير بيئة حاضنة لأبناء الشارقة، بيئة تساعد على تطوير وتنمية مهاراتهم وفي نفس الوقت احتوائهم من خلينا نقول المخاطر اللي تكون موجودة من الوقت الفراغ اللي ممكن يعيشه الإنسان خارج المركز. هذه المراكز فيها مرافق رياضية ومرافق ثقافية، يقدر الواحد يوجد شغفه في هذه المراكز من خلال البرامج المتنوعة اللي تقدمها مراكز الناشئة. وسط تشجيع مميز من جمهور ملأ المدرجات أقيمت المباراة النهائية وبحضور عدد من مديرية الدوائر الحكومية بالمنطقة ومنتسبي مركز ناشئة خورفكان. اتسمت المباراة بالمهارات الفردية العالية للاعبين التي شكلت انسجاما ملحوظا في اللعب بروح الفريق في أداء جماعي مميز. اليوم الحضور الكبير للجمهور في هذه البطولة كان من ثقتهم أن
المراكز تقدم جودة سواء كانت في المباريات في التنظيم. طبعا اليوم التنظيم كان أتوقع جميل، تنظيم يمكن فريد من نوعه، وتنظيم كان بأفكار شبابية موجودة، حتى يعني حاولنا قد ما نقدر ناخذ آراء المنتسبين اللي موجودين في المركز ونشركهم في عملية التنظيم وعملية اختيار الفقرات اللي بتكون في المباراة. هذا الشيء يساهم بشكل كبير في انتشار البطولة في المنطقة وأيضا إقبال الشباب. تنوعت الفعاليات في المركز بين الأنشطة الثقافية والرياضية انطلاقا من الحرص على تأسيس جيل واعي ومؤثر، جيل قادر على التعبير عن نفسه بما اكتسبه من قيم أصيلة وسلوكيات رفيعة. وفي الختام كرمت الفرق الفائزة وأصحاب الألقاب الفردية في بطولة كرة قدم الصالات وغيرها من الجوائز المختلفة للاعبين. أيضا من ضاحية خور كلباء التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى أقيمت فعالية توزيع وجبات الإفطار. نظمت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بالتعاون مع مجلس ضاحية خور كلباء ودائرة الخدمات الاجتماعية فرع كلباء فعالية توزيع وجبات الإفطار، إضافة إلى الإفطار الجماعي مع عدد من موظفي الدوائر الحكومية في المدينة. جاءت حقيقة هذه المبادرة بالتعاون مع أو بتنظيم مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وبالتعاون مع مجلس ضاحية خور كلبة، وهي مؤسسة اليوم تقوم حقيقة بأدوارها في خدمة المجتمع. اليوم شاهدنا حقيقة التلاحم الكبير ما بين كل فئات المجتمع، المواطنين، المقيمين، اللحمة حقيقة التي نحن نريد وقيادتنا الرشيدة أن تشاهدها وتنظر إليها حقيقة بكل فخر واعتزاز. تضمنت الفعالية توزيع عدد من الوجبات على فئات المجتمع المختلفة، وتأتي هذه الفعالية تحقيقا لأهداف المؤسسة في مد يد الخير خاصة في هذا الشهر الفضيل، وهي مواصلة لنهج صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله الذي كان سحابة خير وعطاء لكل فئات المجتمع. نشكر مؤسسة زايد للأعمال الخيرية على اختيارها مجلس ضاحية خور كلبة بإقامة فعالية إفطار صائم، ونحن لا ننسى والدنا وقائد مسيرتنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وهو الذي أوصلنا إلى أعلى القمم، ونذكر مناقبه ونمشي على خطه في العمل الخيري. تواصل المؤسسة برنامج زايد لإفطار الصائم، فهي تعمل على تنفيذ مبادراتها بتوزيع عدد من الوجبات على الفئات المختلفة تعزيزا لأهمية العمل الخيري والمشاركة في المجتمع. تابعنا معاكم أهم الفعاليات والأحداث التي أقيمت في المنطقة الشرقية والتي جمعناها لكم في برنامج فعاليات رمضانية. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقاتنا، في أمان الله.